لا بس هو قريب يعني. ايه اللي بيخلي حضرتك دايما بتعود حاجة بتستشرف من النتائج يعني بيبقى عندك مقدمات كده لللقب رايح فين؟ كل النتائج كل المقدمات بتقول ان النتيجة الابرز دلوقتي من الاهلي احسن اللقب. ما انا بقولك هو قريب جدا من الحصول على اللقب لكنه ما تنساش المقاس. انا من البداية الحقيقة توقعت هذا الهبوط لنادي الزمالك وبشكركم ان انتوا ذكرتوا ده في تقريركم لان نادرا ما حد بيذكر على حد يعني. ف كانت قصة الزمالك باينة من البداية لانه بداية الدوري لو تتذكر الزمالك في 5 مباريات حصل على 13 نقطة صحيح وده ممتاز. تعادل مباراة واحدة مع اسوان مزبوط. وكان لها ظروفها يعني كانت خارج القاهرة وكانت لها مشاكل كتيرة وظروف كتيرة. فاز على المصري وفاز على طنطا وظن فاز على الانبي عمل مباريات كويسة نتائجيا مع الكابتن مؤمن سليمان. من يعني اوشى بمؤمن للمستشار مرتضى فعزله من منصبه خلاص. تعرف ان الزمالك فرط في النتائج واختار عدم الاستقرار اللي هو ما انا ما اقدرش اعد معاك لحد دلوقتي كان مدرب تناوب على فريق الزمالك في العبر. الاهلي الحقيقه حسام البدري جاي متعلم كويس قوي من تجاربه السابقه ومستفيد جدا جدا. والحقيقه حسام على خطى مانويل جوزيه في بعض الاشياء والبعض الاخر لا في ضم اللاعبين وده كان مانويل جوزيه بيعمله يعني. مانويل كان دايما بيجيب العدد الاكبر من اللعيبه اللي عايز يمشي اللي عايز يكمل لكنه وده النظام الاوروبي. فحسام البدري ناصح في دي والدليل انه مثلا ما حدش واخد باله انه رامي ربيعه وده كان ظهير منتخبنا او سيرد باك منتخبنا الاساسي وكان بيعتمد عليه بشكل كبير جدا اساسي اصيب ما حدش حس. صحيح حجازي غاب مباريات ما حدش حس. حتى سعد سمير غاب برده ما حدش حس ودخل احمد فتحي في قلبه ولعب محمد نجيب وغير في الشمال كتير. بصراحه معاه سعد سمير بيقدم اداء يعني تقريبا احسن باك في مصر من وجهه نظر السنه دي سعد سمير. صحيح. وكلهم الحقيقه لعيبه النادي الاهلي. فحسام ادارتها كمان زي بتدي النادي الاهلي تديله حقه. وايهاب جلال دايما لانه ايهاب مدرب خرافي. ايهاب مدرب عبقري من وجهه نظري انا عارف ايهاب كويس وبنقعد نتكلم انا وهو بالساعات في الكوره. ففي الاخر دايما بيغلبني لانه دايما عنده المنطق وعنده الحجه وعنده الاعتراف بالخطا. مجلس اداره محترم قوي يجي في ثانيه كده يقول لك طب خلاص يمشي. بعدين يراهن على جون انطوي اللي ما بيلعبش اصلا في النادي الاهلي. بعدين يجيب لك فوافي ده لا وهشام محمد واحمد الشيخ وشحات يعني واحمد مسعود الحارس عنده قدره ان هو يطلع من اللعيبه ويطور مستواها بشكل هايل وخدوا منه تقريبا نص كل سنه فيه. تقريبا كابتن احمد النجم يعني بتاع الفرقه بيباع. وخلي بالك بعد 3 مباريات هيبداوا يلعبوا له في الفرقه تاني نفس القصه اللي بتحصل له. هو انا دايما بقول ايهاب لولا خلي بالك حاجه مهمه قوي لو الاهلي ماشي زي السنين اللي فاتت كان زمان ايهاب كان زمان مصر مقسم صدر الدوري. لكن هو حظه السيء الطفره اللي فيها النادي الاهلي في اداء النادي الاهلي في نتائج النادي الاهلي فمصر المقاصه الحقيقه. انا غالبا بعتقد انه هيفنش الدوري في المركز الثاني. ده على فكره ده سؤال النهارده على السوشيال ميديا كابتن احمد هل مصر المقاصه قادر انه يفضل في المنافسه لغايه نهايه الدوري؟ بس يعني مش هياخد البطوله بس طول ما الفارق يسمح تقول انه الدوري لسه في الملعب. لكنه نظريا لسه لكن من وجهه نظري او عمليا لسه لكن نظريا الاهلي هو بطل الدوري. رجوعا عاملين كويس قوي مصر عاملين شغل كويس قوي بس فرق ايهاب بس وانا هتكلم بصراحه شويه فنان يعني ايهاب اكثر هدوءا. ايهاب مش متهور. مؤمن متهور شويه. مؤمن لما عاد الى الطريقه الصحيحه في مباراه بيتفيست بره وقام عارف بـ3-2 في الملعب تعادل لانه الينز ستار تجربه مخيبه بثلاثيه الوداد بخماسيه وسان داونز بثلاثيه صعبه جدا. وحته الروتيشن اللي بيعملها كتير دي هو بدا يثبت الفريق بدا يعرف الدنيا بره عامله ازاي لكن مغامراته كتيره فبتكلفه. حسام حسن لو تمسك بالهدوء لان حسام الحقيقه مدرب عينه كويسه قوي للامانه يعني عينه كويسه. وبعدين تفاجئ باحمد جمعه وبوسكا وكابوريا واحمد جمعه والراعي مستوى هايل حقيقه. بس عقده الاضطهاد دي مشكله كبيره جدا لازم يتخلص منها هو ابراهيم حسن لانه دول تاريخ عظيم في كره القدم محدش هيقدر ينكره. انا شخصيا دايما بقول انه اهم لعيب جه في تاريخ الكره المصريه هو حسام حسن. طب ليه كابتن احمد دايما بيتصدر للناس احساس ان كابتن احمد شوبير وكابتن حسام حسن دايما عندهم مشاكل؟ هو حسام عنده مشاكل كتير يعني هو دايما حسام عنده مشاكل كتير وهو حر في رايه الحقيقه. انا مثلا لان اللي يتابع حضرتك دايما حضرتك بتتكلم على كابتن حسام لان ده حقه جدا بس لما يغلط لازم يتقال عليه يعني هو ده الطبيعي. انت
احنا مشكلتنا يا ابراهيم في مصر انك ايه ما تقربش ده وما تتكلمش على ده، اصل ده بيتنرفز. ما يتنرفز، انا مالي؟ هو حسام حسن ايه الفرق بينه وبين مؤمن سليمان او بينه وبين اشرف قاسم او بينه وبين حسام البدري او بينه وبين اي مدرب؟ ده بيدرب فريق وده بيدرب فريق. لما يغلط نقول غلط، لما يعمل حاجه كويسه نقول حاجه كويسه. ما اقدرش انا امشي مع حسام حسن وان واي في اتجاه انه كويس على طول. ما اقدرش حد كابتن في الدنيا مفهمش. ما اقدرش اعتدي على واحد اقول ده حاجه كويسه. ما اقدرش برنامج ده، ما اقدرش يتكتب فانيلا على الفانيلا لا تهدمه تاريخ مصر. لا، ما ينفعش هذا الكلام. لازم انت تنبه لهذا الوضع يعني. واذا عملتش ده يبقى ما تقعدش على الشاشه. حسام بقى يزعل، حسام يفرح، دي حاجه هي تخصه. لكن حسام كمدرب، حسام مدرب محترم، انا شايفه ما شاء الله كل سنه بيزيد. مصر كل سنه كان بيعاني، النهارده من ضمن الاربعه الاوائل، ربنا يرفعه ان شاء الله في البطوله الافريقيه وعنده نجاحات، لكنه محتاج قليلا كثيرا من الهدوء. رجوعا للزمالك كابتن احمد، طبعا مداخله محمود عبد الرازق شيكابالا ومداخله ابراهيم صلاح هم كباتن نادي الزمالك مع حضرتك صوت اعلامي مفيش حد يقدر يختلف عليه. انا بكلم بقى كابتن احمد شمير اللاعب، نعم، كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، مع ان لاعب يخش ينتقد مدربه على الهواء؟ لا طبعا. لا طبعا. وانا جادلته وحاورته كتير جدا، لانه حتى سالته طب خدت السوبر ازاي؟ طب ما انت عندك اسماعيل يوسف فني، طب ما معاك خالد جلال فني، طب ما معاك محمد صبري، يعني الناس دي كلها يعني. وانا الحقيقه بالنسبه لي كانت مفاجاه انه قالوا لي ان شيكابالا معاك على التليفون. انت عارف شيكابالا نادر المداخلات يعني، ما طلعش غير معاكم معايا بس. بالظبط. فانا الحقيقه انا بحب شيكابالا. شيكابالا احنا على فكره جميله جدا، كل جمعه بنصلي مع بعض انا وشيكابالا تقريبا يعني. وشخصيه طيبه ومتواضعه. وانا الحقيقه بحب شيكابالا كمان لانه انا عارف عمال غرف اللبس والناس دي هو بيعمل معاهم ايه، ولا هو شخصيه جميله جدا واقصى درجه يعني. فانا الحقيقه ما كنتش راضي، بس ما اقدرش افرط في المكالمه، ما اقدرش افرط في المداخله. صحيح. وفي النهايه الناس هي اللي تحكم يعني. بس هو بمباركه رئيس النادي، وهو شيكابالا طبعا كان بيعاني من الكابتن محمد حلمي، واضح ان كان عايز ينفذ كمان على اللي كان بيحصل فيه. وشيكابالا الحقيقه برضه أهين كثيرا يعني. فهو دخل واتكلم وقال الكلام ده من وجعته، من قلبه جواه يعني. لكن مبدأ انه لاعب ينتقد مدرب على الهواء انا برفضه تماما. الزمالك يقدر اقول لك يا كابتن احمد في الموسم ده على المنافسه ولا على ايه؟ على المنافسه يعني. على المنافسه والموضوع خلاص بقى صعب جدا. المنافسه مش هنضحك على بعض يعني. الزمالك بره بطوله الدوري خلاص، موضوع محسوم يعني. لكن يقدر يعود انه يجعلك تحترمه كفريق كره من جديد، انه لو كسب كل المباريات المقبله هتبقى جماهير الزمالك مبسوطه جدا. واستعداد قوي لافريقيا. افريقيا والكاس. كمان عندك الكاس، والكاس سهل. احنا عندنا الكاس في مصر لانه بيبقى الاهلي على الزمالك عن بعد ما بيلتقوش الا في النهائي يعني. فالزمالك قادر على العوده ان يبقى شكله كويس. يقدر ده. والمدرب يبدو ان شخصيته جيده، بس هل الزمالك بقى بملبس ادارته يقدر يصبر على المدرب؟ هو ده السؤال. قدر الراجل ده خسر 6 ماتشات ورا بعض. انا لو من الاستاذ مرتضى منصور يصبر، مفيش مشكله خالص. ويتمسك بعقده لسنه ونص. اللي بيقعدوا جنبه يقولوا لا ده الراجل بيلعب ب 4-2-2، لازم يلعب راس حربه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ده مش شغل رئيس النادي خالص ولا انه يتكلم في ده. وانا دايما بضرب مثال ابراهيم والناس تزعل مني. كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، يعني اضخم ثلاثه في الكوره ممكن نسمع عنهم في التاريخ يعني. يعني عمرهم ما كلمونا تلعب كده ليه؟ انا دايما بحكي قصه. كنا بنتمرن الصبح، كان مدرب بيمرنا الصبح، فجه مدرب الحراسه يعني، فبنطير يمين شمال شمال يمين، تمرين مرهق جدا يعني. فالكره كنا جايبينها في حته نجيله كويسه الجول، لان كانت ارض النادي وحشه جدا ساعتها، فكانت ورا المقصوره يعني. فطلعت فالكره كلها طلعت بره، فلافف انا عايز اخد نفسي عشان اجيبها، فلقيت مين؟ الكابتن صلاح سليم. النفس واقف. لا انا يعني صالح فاهم. يا كابتن ازاي حضرتك بتاع؟ قال لي بقى انت كده سبع البرومبا بالظبط كده. فقلت له ايه حضرتك رايك في التمرين؟ قال لي لا تمرينكم غلط والله، حته النعمه دي كده. فقلت له غلط؟ طب حضرتك؟ قال لي انا مالي. قلت له يعني انت مالك حضرتك الكلام ده الحوار ده؟ حضرتك رئيس النادي؟ قال لي لا يا حبيبي انا هنا مشجع ماليش دعوه. انا حاسب في اخر السنه، تكسبوا الدوري ما تاخدوش دوري، تكسبوش دوري انا حاسب، لكن انا مالي. ده صالح سليم. خلي بقى حضرتك كابتن حسن حمدي نفس الامر، كابتن خطيب نفس الوضع يعني. فهي المشكله كثره التدخلات مع الزعم ان مفيش تدخلات. لا، في تدخلات. اللعيبه محطوطه تحت ضغط رهيب جدا، المدرب محطوط تحت ضغط رهيب جدا. انا عجبني جوستو نياسيو ده، ولا جوشو نياسيو او ناسيو، بيقول انه لن اسمح لاحد بالتدخل فعلا. صحيح. لو عمل ده الزمالك ممكن يمشي بشكل كويس. ولو المستشار مرتضى مسك نفسه وما تدخلش الدنيا ممكن تمشي بشكل كويس، لكي يعود الزمالك
بشكله الجميل، لكن زمالك منافسا على الدوري هذا امر من وجهه نظري المستحيل. متوقع يا كابتن احمد ان ده يحصل نادي الزمالك برئاسه المستشار دكتور منصور؟ هو لازم يحصل. انا ما اعرفش هيحصل ولا مش هيحصل، بس هو لازم يحصل. ولو ما حصلش الزمالك هيخش في دوامه صعبه. وبعدين على المستشار مرتضى كمان انه يثبت انه القصه ما كانتش من هو يعني ايه دي الفرصه الاخيره بالنسبه له، لانه لازم نعترف ان جماهير الزمالك غاضبه وحزينه ومتالمه جدا. ده مش وضع الزمالك، الزمالك ما يخسرش ثلاث مباريات متتاليه في الدوري العام، مع كل الاحترام طبعا للفرق اللي خسر منها سواء المقاصه او سموحه او الشرقيه، لكن ده مش الزمالك. لو الزمالك كان خد 9 بونت كان يبقى الفرق 6 بونت بينه وبين النادي الاهلي، يبقى في المنافسه زي ما هو. لازم المستشار مرتضى يرفع ايده تماما عن فريقه. قبل ما نسيب جزئيه الزمالك، سؤال متكرر من الاف التعليقات اللي جايه لحضرتك والاسئله على السوشيال ميديا. على فكره انا ما عنديش من الزملكاويه يعني، اتفضل. لو نفس المكالمات دي كانت مع كباتن النادي الاهلي كان انا عارف طبعا الاجابه ان حضرتك كنت هتعمل ده طبعا جدا. بس هل حضرتك كنت الزملكاويه بيسالوا حضرتك يعني انت الزمالك والزمالك والفرقه وكده، لو ده كان مع الاهلي كابتن احمد شوقي كان هيعمل كده؟ ابراهيم انا مهني، انا على الشاشه لا اهلاوي ولا زملكاوي، انا مهني جدا. خلي بالك انا دايما في صف اللاعب يعني. انا ما بحبش اوقع اللاعب خالص، وما احبش ان النادي يقع، ودايما لما يبقى في مشكله من الممكن ان احنا نحلها احاول ان انا احلها. انا على الشاشه لا اعرف احمر ولا اعرف ابيض ولا يعني انا بتفرج على ماتشات النادي الاهلي اتجنن لو الاهلي دخل فيه جون او خسر في العيال الصغيرين تحت مش عارف ايه في لعبه ايه. لكن انت هنا امانه، انت كما القاضي بالظبط، انا على الهوا كما القاضي، اذا ما كنتش محايد اذا ما كنتش عادل يبقى القصه ملهاش لازمه. طبعا كان هيحصل مع حسام غالي، كان هيحصل مع حسام عاشور، كان هيحصل مع اي حد لو نفس الازمه ونفس المشكله. لو بنتكلم على حراسه المرمى فلا يفتوى ملك في المدينه. حراسه مرمى مصر بشكل عام من الدوري المصري ممتاز، مين الحارس اللي بيعجب كابتن احمد شوبير؟ شوف انا عكس الناس كلها شايف ان مصر فيها مثلا مش اقل من 10 حراس ممتازين. ولو كل واحد فيهم خد الفرصه يبقى حارس مرمى مصر الاول. خليني ارفع القبعه طبعا لعصام الحضري، لانه الراجل بيمشي في ال 45 سنه وبيحافظ على نفسه في المنتخب الاول كحارس اساسي، اتصور ان دي حاجه تحسب له بكل قوه وكل احترام يعني. انا متاكد انه شريف اكرامي يستحق الكثير جدا هذا العام يعني من التقدير ومن الثناء. كمان شايف الشناوي لو احترم يعني جماهيره واحترم، او بلاش جماهيره، لو احترم موهبته واحترم امكانياته الشناوي يحترف في احسن مكان في الدنيا. لكن هو الحقيقه الشناوي معرفش كم الاهمال اللي جاله مؤخرا ليه، مع ان انا شايفه حارس عنده امكانيات مش طبيعيه. جنش يمكن بيعاني الفتره الاخيره لكنه حارس جيد. جنش تحديدا في جنش يا كابتن احمد، حضرتك شايف ان جنش يستطيع انه يعني يتصدى لحمايه عريم منتخب مصر؟ دلوقتي لا. خلينا لكن هو عنده الامكانيات وعنده الشخصيه. ما عندوش القدره على ده لانه ليس لديه الخبره الدوليه الكافيه يعني. فبالتالي صعب انه يعني، لكن لو الظروف وضعته في المسار ده هيبقى موجود يعني. لكنه ما يبقاش الحارس الاول لمنتخبنا الوطني يعني. وبلا يعني بوضوح شديد جدا من غير ما حد بس يغضب مني، انا شايف انه شريف اصبح حارس مرمى مصر الاول الان، والكل بيجري وراه. ده برضه الارقام بتقول كده. صحيح. اللي عامله شريف في الفتره الحاليه طبعا بيقول كده، ما لم يكن هناك جديد يعني. عندك الحقيقه ابو جبل ماشي كويس قوي 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 في سموحه. صحيح. ومش واخد على فكره حقه خالص. معرفش ليه، كانه في موقف ضد الولد. عندك اسلام طارق حارس مرمى طنطا، الحقيقه الولد عامل الموسم اكتر من رائع. عندك محمد عواد في النادي الاسماعيلي ايضا حارس مرمى ممتاز. الحقيقه مش عايز انسى حد يعني. الولد اللي لعب بديل خالد وليد للحضري كان شايل دجله للاهلي، هو جسمه بس تحسه مدبلج كده. ما بيلعبش جسمه مخشب لانه ما بيلعبش. ده مدرب ومرونه وشغل، وبعدين ده معاه فكري صالح. كابتن فكري صالح حاجه عظيمه جدا يعني. لكن الولد عمره ما كان هيلعب لولا الازمه دي. الولد من وجهه نظري كان نجم المباراه الاول، ولا يسال عن الهدف اللي دخل مرماه. كان نفسي ياخد شويه ويلعب شويه. كل دي الحقيقه يعني حراس، وفي اسماء كتيره الحقيقه لو لعبت لو خدت فرصتها هيبقوا حراس على مستوى عالي. عندك بسام اظن في طلائع الجيش، عندك حراس كتير الحقيقه كويسين في مصر، بس المشكله انت دايما بتركز على الحارس الاوحد يعني. قبل ما نسيب الدوري يا كابتن احمد، صراع الهبوط راي حضرتك فيه ايه؟ شايفه ازاي؟ ومين الفريق اللي انت بتستمتع بلعبه، او شايف انه كان عنده فرص انه يبقى في الدوري المصري ممتاز بس هو فرط في الفرص دي؟ الشرقيه. الحقيقه الشرقيه مع عماد النحاس غير خالص. صحيح.
وخلافات الراعي من خسارته النهارده. معلش خلافات الراعي ورئيس النادي يعني تعب، كان ليه دور كبير جدا في حلها الحمد لله، وارجو بس انها تستمر يعني في الحل. خلافات الراعي ورئيس النادي فرقت جدا جدا، لكن الشرقيه الحقيقه النهارده انا بتفرج على المباراه اتخضيت، ده فرقه كويسه وعندهم لعيبه كويسين وعندهم اسماء جيده، لكنه نادي الحقيقه تعرض لمشاكل كثيره جدا. كمان ما اقدرش انسى الحقيقه اسوان ومصر التعدين، يعني مصر التعدين النهارده بيفوز الفوز التالي على التوالي مع احمد عبد المنعم.